بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا بكل متابعي قناة تايجر سات، وأهلا بيكم في فيديو جديد على القناة بطولة كوب أمريكا 2024. إن شاء الله في فيديو النهاردة هنتعرف مع بعض على 5 قنوات مفتوحة ناقلة لكوب أمريكا 2024، زي ما استعرضنا قبل كده القنوات الخاصة بأمم أوروبا 2024. إن شاء الله في فيديو النهاردة هنتعرف على القنوات الناقلة بشكل مفتوح لكوب أمريكا 2024 و20 عشان تقدر تتابع كل المباريات بشكل مفتوح. فتابع معانا الفيديو للنهايه عشان ما يفوتكش اي تفاصيل في الفيديو، وما تنساش دعمنا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده. ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا مع بعض. اهلا بكم مره تانية وبطوله كوب امريكا 2024، البطوله اللي انطلقت من كام يوم بس. زي ما استعرضنا قبل كده القنوات الناقله لامم اوروبا 2024، ان شاء الله النهارده هنستعرض القنوات الناقله لكوب امريكا 2024. وطبعا في نهايه الفيديو هقول لك برضو على افضل قمر او افضل تركيبه تجمع بيها بين بطوله امم اوروبا وكوب امريكا، بحيث ان تجمع البطولتين على قمر واحد او تركيبه واحده تضمن لك البطولتين بشكل مفتوح وبشكل مجاني. مش هطول عليكم، هنبدا نروح نستعرض القناه بتاعتنا، وفي نهايه الفيديو هقول لك على التركايه الخاصه بافضل قمر تقدر تستقبله وتجمع بيه البطولتين. فيلا بينا نستعرض القناه بتاعتنا مع بعض. وبكده هنكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة واستعرضنا كل القنوات الخاصة بكوب أمريكا 2024 بشكل مفتوح. وطبعا أفضل قمر يجمع لك بين البطولتين هو القمر التركي اللي نقل البطولة بتاعة كوب أمريكا على تي في 8.5 وأمم أوروبا على تي أر تي 1 اتش دي. وطبعا عشان تكون واخد بالك ممكن برضو تعمل تركيبة تجمع فيها بين 3 أقمار هما التركي والأزري والهلال سات، بحيث تضمن الماتشات اللي بتتلعب في نفس التوقيت تكون منقولة على القمر ده والقمر ده، فتضمن الماتشات كلها في نفس التوقيت. والتركيبة دي هتكون بين الأزري والتركي والهلال سات، هيكون الأزري سنتر والهلال سات والتركي على مسطرة. فإن شاء الله نتمنى مشاهدة طيبة للجميع وتكونوا استفدتم بالفيديو. استنونا إن شاء الله فيديوهات جديدة على القناة. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.